And it takes time the formation of the government with all the ما در هر حوزه‌ای که دولت و ارتش لبنان علاقه‌مند به همکاری ما باشه ما آمادگی داریم چنین همکاری رو بررسی کنیم و در صورت امکانمون چنین همکاری رو ارائه بدیم. انه لبنان لما دعا على مؤتمر بالمملكة العربية السعودية لمواجهة الإرهاب مع مجموعة من الدول بغياب إيران وروسيا شارك لبنان لأنه الهدف هو مواجهة الإرهاب ومبارحة عندما دعي إلى مؤتمر وارسو لم يشارك لبنان للأسباب يلي ذكرتها وهذا بيدل أنه نحن قادرين ناخد الخيار السياسي يلي بيبعد لبنان عن المشاكل والصراعات